صباح النور هنادي. صباح الخير. اهلا فيك. ميرسي. اهلا فيكم. اخبرينا عن بداياتك، يعني انت درستي علم النفس ولكن الان انت مصممه ازياء، لديك اسم ولديك ايضا يعني متابعين، كيف جمعتي بين المجالين؟ انا بالاساس مصممه ازياء، من بعد تصميم الازياء حصلت على ليسانس بعلم النفس، يعني اخذته كثقافه عامه مش اكثر، بس انا بالاساس مصممه ازياء من 18 سنه. جميل. يعني لعل هذا الاختصاص يعني يعطيكي ثقافه عامه ويساعد يمكن على فهم ذوق يمكن السيدات وذوق العام. لازم صحيح. للسيدة تتشتغلي معها تكون عم تفهم هي شو بدها، لأنه علم النفس كتير بيسهل عليك أمور العلاقة بينك وبينها. نعم. طيب هنادي، لديك نظرية بتقول بأنه الأزياء الراقية ليست مرتبطة بسعرها، وبالعكس أنت يعني تصممين فساتين للطبقة المتوسطة والفقيرة، كيف تجمعين بين الرقي بالتصميم والكلفة المتوسطة؟ لما بنحكي عالم فاشن ديزاين يعني فكرة، يعني شيء حلو، يعني ألوان مركبة بطريقة مرتبة، مش شرط يكون القماش الهاي كواليتي. نحن عنا تصنيع، والصين لما اجتاحت العالم صار في إمكانية لحتى نحصل على تيسو قماش بسعر مقبول. ليش تبقى هيدا المجال محصور بطبقة معينة دون طبقة أخرى؟ فأنا لا، مصرة أني لبس كل العالم شو ما كانت فئاتهم. نعم. ايضا لفت انه قدرت يعني او حبيت ادخال الزي التاريخي زي الاميرات، ويعني خصصت زي لكل حقبه من حقبات التاريخ. شو يلي اخذك لهون، وكيف يعني استطعتي مزج الحداثه مع القديم والتاريخي؟ بصراحه بدعوه كريمه من تجمع لبنان الى صور. نعم. صور مدينه جميله جدا بجنوب لبنان، تشتهر بشط الأكثر من رائع اللي صنف الرابع بالشرق الأوسط الأجمل. سو كانوا مصرين هود التجمع المدني أنه يفرجوا إشياء تانية موجودة بسور غير الشط الجميل، وعملوا أسبوع سياحي فتحوا فيه أفاق، شو في أثرات، شو في مطاعم، شو في إشياء ممكن زوريها بسور غير الشط الرائع يعني. وكانوا مصرين على موسم الربيع لأنه في إشياء كتير حلوة بسور. كان من ضمن برنامج اسمه عرض أزياء لهنادي عبود. فأنا لأني عرضت بوجه الأثرات، الموقع الأثري الروماني، كنت مصرة أنه ما أعرض شيء انترناشنال عادي كل العالم شايفته، لأنه كنا بلانير بقلب الشارع. بصراحة استوحيت من الأرضية اللي نحن فيها، لأنه هيدي الأرض كتير غنية بتاريخها، مرورا بحقبات تاريخية متتالية بدءا من الحقب الفينيقية، مرورا بالرومانية واليونانية والتراديشنال ليبانيس كوستوم يعني اللي نحن بنعرفه. نعم. زي التقليد على لبنان. نعم. طيب نحن الآن في فصل الصيف، ولا شك بأنه الأعراس هي الأساس. تصممين أيضا للأعراس، ما هي موضة هذه السنة؟ استنى سنتين ما عم نشوف الكوب برنسيس تول السادة، بطلت البنات الأميرة. صح، بطلت العالم عم ترغب، وبطلوا الصبايا عم يرغبوا، وعم بفضلوا يكونوا او سامبل اكثر بدانتيل، بقماش دانتيل كامل على كل الفستان، او عم بفضلوا يكون كران. الكران هو القماش الجامد الجفر اللي ما بيلعب يعني، اذا بدك ما بعرف كيف بدي اوصف لك اياه، بس هي القماش بتنطرح بتكنيك الخياطه، بيجي الفستان جامد رويال. نعم. اميري. طب اليوم ذوق العام وأسلوب حياة المرأة العصرية يتجه إلى البساطة أكثر، ماذا عن العروس؟ بعدنا يعني عم نشوف في هذه الصور الفساتين الكبيرة. لأنه هيدا بيختلف حسب العروس شو عاملة. والمرأة اللبنانية حضرتكم بتعرفوا أنه متنوعة، يعني اللي بتتزوج مدني، اللي عندها زواج مرتبط بالأهل، وعندها وفي الصبية اللي بيبقى عاملة عرس كتير كبير. يعني حسب اللوكيشن تبعها، حسب هي وين عاملة عرسها، كمان بيختلف اختيارها للفستان. يعني إذا كانت عاملة زواج بسيط ما حتلبس فستان كتير كبير، وإذا كانت عاملة لوكيشن كتير كبير مضطرة تلبس شيء يكون ضخم ويبين بالمناسبة. واللي بنعرف انه الست اللبنانيه يعني بتتبع الستيل دوفي اللي بتكون هي عايشه فيه. نعم. صح. وحتى انه الان المراه العربيه بشكل عام، ليس لن نحصر فقط المراه اللبنانيه، اصبحت متاثره بخطوط الموضه العالميه. طبعا. التي تتجه اكثر واكثر نحو البساطه. طب اخبرينا عن الالوان، الوان الفساتين السهره والالوان الثياب الرائجه لهذا الموسم. بالنسبه للصيف دائما نحن بنشوف الباستيل، اول ما بنشوف صيف بنشوف باستيل.
الجديد كثير واللي اول مره يمكن بنشوفه انه عم نشوف بكثير من التصاميم الصيفيه ريش. عادة كان الريش مثلا مرتبط بالشتاء، لا هلا عم نشوفه بالصيف. الموضة منا بلوكيه، بالعكس الموضة كتير واسعة، كل ديزاينر انترناشنال بينزل لاين لإله بيكون ترند، يعني لما بنحكي عن إلي صعب وبنشوف الكولكشن تبعه بيكون ترند لكل العالم، لأنه هو مصمم عالمي، منه مصمم بالشرق الأوسط بس، هو خامس أهم مصمم بالعالم. سو بدك إذا بدنا نتبع المصممين العالميين دايما بكولكشن الصيف يكون في باستيل، بيكون في الروز، البلوسيال، الليلا، هيدي الألوان الفاتحة اللي محب نشوفها بالصيف اللي دايما بتتجدد، والكوبات بتتراوح بين السيران والكلوش. وبنلجأ كمان إذا منشوف في السنة السنة لا راحت الموضة أكتر للبساطة، يعني خف الشك، خف الحركات الزايدة، عم نشوف الفستان سامبل مع حركة بسيطة بقلب الفستان وخلصت. نعم. هناك لا شك متعة كبيرة بتحضير فستان الزفاف للعروس، يعني من اختيار المواد الأساسية، اللون إلى آخره، ووصولا إلى المرحلة النهائية. ولكن أيضا يعني هناك تخوف يرافق كل هذه المرحلة، بتكون العروس يعني تنتظر تترقب وتخاف من النتيجة النهائية. برأيك من هي العروس التي يجب أن تذهب إلى الجاهز، الملابس أو فستان الزفاف الجاهز؟ هلا يمكن بتلجأ للفستان الزفاف الجاهز اذا ما كان كثير عندها وقت. هيدي منا مضطره تتوتر لانه هي اوريدي بهيك حاله بتكون هي موتره. كيف اذا ما كان عندها وقت توتر عليك ايضا كمصممة؟ هلا اكيد انا بس انا عندي كوليكسيون جاهزه. مش شرط اللي بتفوت لعنده تاخد كوتور، يعني مش شرط تخيط. في عنا كوليكسيون جاهزة، وبعدين أنا حتى اللي بدها تخيط بفضل أيس قبل لحتى هي تقتنع بشو بيلبق لها وشو اللي ما بيلبق لها. لأنه نحن لما نشوف فستان عرس على موديل شيء، ولما نشوفه على عروس شيء تاني، في عندها مقاييس معينة لازم تنتبه لها، في عندها لوك معين، في إشياء بتلبق لها إشياء ما بتلبق لها. بفضل أسلا لتقتنع هي والمراية قبل، بعدين منفوت بالخياطة. نعم نعم. طيب ماذا عن مشاركاتك في الدول العربية وعن الذوق العربي واختلافه عن الذوق اللبناني؟ بصراحة أنا كتير شاركت بدول عربية، شاركت بالمغرب، بالقاهرة، بالأردن، بإربيل، بالسليمانية. أنا ما بحس أنه المرأة العربية تختلف كثيرا عن المرأة اللبنانية، لأنها مرأة مواكبة ومرأة مثقفة ومرأة مطلعة وقادرة وبتحب، خاصة المرأة العربية يعني. بس إذا بدنا نقارن نعمل كومبيرينج بين المرأة العربية والمرأة اللبنانية، اللبنانية شوي أكثر جرأة، يعني بتتبع وجريئة أكثر بالارتداء الموضة وبألوان الموضة. أما المرأة العربية فبتحسيها بتاخد وقتها هيك تختار الأشياء، بس هي مرأة أكثر ربما. Exactly. محافظة، وبلس أنه بتنطر، يعني اللبنانية بتحس إذا نزل ترند أي ترند بتلاقي السوق كله بيمشي فيه، ما في مشكلة بلبنان. بعدين بتحس ستيت ستيت حتى العربية تتقبله. بس إذا بدك تفوتي على المغرب العربي بحبوا كتير الموضة وكتير بيتبعوا، بس إن بيشتغلوا مثلا قفطان، ما بيلبسوا فستان سواري انترناسيونال، بس بيشتغلوا القفطان. حتى بالروب دو مارياج بيلبسوا قفطان. يعني كل دولة وإلها عاداتها وتقاليدها. صحيح صحيح. يعني نتمنى لك كل التوفيق، سررنا بوجودك معنا وبالاطلاع على مجموعتك الجميلة التاريخية منها والحديثة. كل شكر لك. شكرا لك. الأزياء هنادي عبود، شكرا لوجودك معنا.